لأي كلام في حقوق المرأة وحقوق الرجل. حقوق المرأة موجودة من أول نزول الوحي، إن إحنا ندي للمرأة قيمة وقدر عالي جدا جدا جدا، إنها تكون الأولى في تحمل هموم النبي، وإنها تكون الأولى اللي يلجأ ليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها تكون الأولى في الخطوات بقى اللي هتتخذ لهذا الدين.